احنا دائما نسمع عن الاهتمام في الجانب الصحي، يا ناس اهتموا بصحتكم اهتموا بصحتكم، ولما نسأل شو المقصود بالصحة يقولون شيئين، اما نظام غذائي الواحد يلتزم فيه حتى يحافظ على صحته، او يهتم باللياقة والرياضة. لكن في اشياء اهم في الجانب الصحي ما حيتكلم فيها. لما نتكلم عن الصحة في عندنا صحة العقل، صحة الروح، صحة القلب، وصحة الجسد. الناس كلها تركز على صحة الجسد فقط، العقل صحته في القراءة الاطلاع والمعرفة، والقلب صحته في أن تكون عندي علاقات اجتماعية طيبة، أعبر عن مشاعر الحب، أني في ناس أحبهم وفي ناس يحبوني. أما الروح فالصحة تبنى من خلال قوة العلاقة بالله عز وجل، المحافظة على الصلوات، قراءة القرآن، الأذكار، العمل الصالح. فإذا لما نقول اهتم بصحتك نقصد الأربع وليس فقط الاهتمام بالجسد.